فرضنا انه واحد ما سلك في هذا الخط وما اخذ هذه المعارف حول المبدا والمعاد عن غير اهل البيت يخسر اخرته يعني هؤلاء الناس المؤمنين المتدينين من 1400 عام الذين لم يسلكوا هذه الخطوط ولم يؤمنوا بهذه الأفكار خسروا آخرتهم حتى أبطال هذا الميدان أبطال هذا الفن شنو يقولون من أهل الجنة ومن أهل النار قطعا هذا الطريق طريق الجنة الطريق الثاني طريق مشكوك فيه على اقل تقدير انتو دا ترحون في طريق مو مضمون هذا الطريق يؤدي بكم الى مكه قطعه هسه خلال شهر لشهرين الطريق الثاني مو معلوم يؤدي بكم الى مكه خلال اسبوع لو يؤدي بكم الى صحراء الربع الخالي حيث الموت والدمار والهلاك، عقل شنو يقول؟ عقل يقول اسلكوا هذا الطريق، انا ذكرت هذا الدليل لشاب كان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. حقيقة عميت عين لا تراك. اكو واحد يمكن ينكر وجود الله اللي في كل شيء له آيته. قلت له اذا الله ماكو فرضا مثل ما انت تقول، احنا لم نخسر شيئا. المتدينون هل خسروا شيئا؟ لا. يعيشون افضل حياه. المتدين الحقيقي يعيش أفضل حياة فلنحيينه حياة طيبة أجلى مظاهر الحياة الطيبة في المتدين قلق ما عندهم خوف ما عندهم ألا أن, أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذاك الغربي كاتب كتاب عشت في جنة الله عندما جاء إلى بلادنا وراء المتدينين في بلادنا يقول ذولا يعيشون في جنة لم يخسر المتدينون شيئا ولكن إذا بعد الموت تبين أكو الله أكو آخرة أكو حساب أكو عقاب أنت ماذا تقول خسرت خسارة أبدية قال إي هذا الدليل احنا سامعيه هناك في بلاد الغرب ونسميه دليل الاحتياط دليل الاحتياط الامام قال في تلك الروايه ان كان الامر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت وان كان الامر كما تقول وليس كما تقول احنا ما خسرنا شيء ليش واحد يروح في طريق مو مضمون مو مامون